ميكرو فريد يقول مثل كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على واحد المثل مغربي شعبي قح اللي هو خوك في الحرفه اشنو. الا بغيتوا تعرفوا اشنو خليكم معنا بكل تواضع. غنعطيك نص مثل شعبي وتكمل النص الاخر. خوك في الحرفه عدوك. وعلاش ما يكونش صاحبك؟ حيت الحرفه مع الحرفه ضروري ما غتكون شويه المنافسه واحد شويه كذا وكذا الى اخره. تقدر تكون المنافسه ولكن ما تكونش العداوه عاوتاني. حيت بالنسبه للمناسه العدو غير داك المثل تيقولوا الناس بكري، حيت بقاو الناس من اجيال 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 تيقولوا هذيك الكلمه، يعني خوك في الحرفه تيكون عدو. هما قالوا احنا نلقاو تابعينهم. لا ما يمكنش لينا، حيت دابا تبارك الله فواحد التطور وفواحد التكنولوجيه، يعني بنادم غادي يتقدم وتولي فواحد العصر يعني زوين ولات عندهم واحد الثقافه يعني استراتيجيه، والناس تبارك الله ولاو اش غنقول لك واحد الجو معتدل معتدل بكل تواضع احترام. خوك في الحرفه عدوك. وباش عرفتي عدوك؟ قسمك تكون خدام معاك يبقى حاضيك راد لك البال، يعني ما يبغيش لك الخير بزاف الحوايج. هاكا تخرجوا كيبغي لك الخير، ما كتخرجوا من الخدمه، ما كتخرجوا من الراعي ولي معاك مزيان، كتوليو صحاب. كنوليو صحاب بكل تواضع. هذاك الشيء تحيه. خوك في الحرفه عدوك. وباش عرفتي عدوك؟ باش عرفتي عدوك؟ ضروري حيت كيبغي نفسك في الحرفه وكيدي يطيح لك السوق. وعلاش ما يكون صاحبك ولا حبيبك؟ وعلاش ما يكون صاحبك ولا حبيبك؟ يكون صاحبك ولا حبيبك المغاربه خويا صعيب باش يكون صاحبك وحبيبك شي حاجه كيبغي لك فيها الخير بكل تواضع. ونكذب عليك المغربي قليل اللي يبغي لك الخير، ما كاينش اللي يبغي لك الخير. لا لا ماشي كاملين. اخويا نكذب عليك واحد النسبه قليله فينا تلقى ولاد الناس، ما نكذبش عليك. بالاخص المجتمع ديالنا حنا خلال التجربه ديالي اخويا مخلي حتى شي دومين حتى شي واحد ما يبغي لك. كتلقى العدو ديالك. اي بالاخص اليد العامله كتلقى دير اي حاجه بدربكم كتلقى راسك ما كيتبعك او دربكم ما كيتبعكش المراري كيحيدك او دربكم كيحيدك المراري، فهمتيني؟ اش قلت لك هذا الشيء كيقول لك المثل هذا بمحل يعني. غنعطيك نص مثل مغربي شعبي قح وتكمل لي النص الاخر. خوك في الحرفه عدوك. وباش عرفتي عدوك؟ باش عرفتي عدويا؟ باش يكون صاحبك يكون حبيبك باش عرفتي انت عدو. عدوك في ديك الوقيته. ديك الوقيته كيكون عدو. عدوك في ديك الوقيته ديال الخدمه. ديك الوقيته ديال الخدمه. كتخرجوا كتوليو صحاب. كتوليو صحاب. بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي. ما كاين مشكل. خوك في الحرفه عدوك. وعلاش ما يكون صاحبك؟ كاين بزاف ديال الامثله. كاين بزاف ديال الامثله. ودابا هذا اللي عدوك علاش ما يكونش حبيبك ولا صاحبك؟ علاش عدوك بالاخص؟ واه حتى هو ما كي كتلقى حتى هو ما كيحشمش. اي تلقى ما حاملكش ربما تلقى ما حولو كتقول عدوك. هذا الشيء بكل تواضع. بكل ما كاين لا هوك لا هوك لا هوك لا هوك ديريكت من هنا للدار من الدار. تحياتي الله يحفظك ليا.